أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. تظاهرات حاشدة في الخرطوم ومطالبات جماهيرية بتصحيح مسار ثورة ديسمبر. ولايات السودان تخرج في مسيرات هادرة في ذكرى 30 من يونيو. حكومة نهر النيل تؤكد أن القرارات الاستباقية لمواكب 30 من يونيو كانت للحفاظ على الأمن. أهلا بكم. انطلقت اليوم مواكب 30 من يونيو بوسط وجنوب الخرطوم بأعداد كبيرة من الثوار والمواطنين في عدة مناطق، رافعين شعارات ولافتات تحوي عددا من المطالب، وتشمل ضرورة تحقيق السلام وإكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة. وعندنا يعني جعانين في بطننا، دي جعانين، كلام واضح. حتى والله كلامي ده اذا جبنا ولا ما جبنا داير يقعد حباب 10 والما داير يقعد علمش. الاحزاب ان تعيد حساباتها، ان تعمل من اجل وطن واحد، ان تجلس والمرأة كنداكات ومحافظة. الرسالة واضحة جدا، إنه نحن ندعم التحرير والتغيير، وعندنا تصحيح مسار، عندنا مطالب كل جانب القوم وكل التنسيقيات اتفقت عليها وسلمتها يوم 25 في مذكرة للسيد رئيس الوزراء. مطالب واضحة لكل الناس، يعني معروفة للشعب واضحة. أهم مطلب هو العدالة والخصوص في أداء ثورة ديسمبر الجديدة. المطلب الثاني إكمال حياة مصر، إعادة هيكلة القوات النظامية. نطالب بالعدالة، نطالب بالقصاص، لأن مرجنا من أجل القصاص، مرجنا من الحقوق العامة، مرجنا من أجل التعليم، من أجل الصحة، ولقينا تعليم ولقينا صحة ولقينا أي خدمات. إحنا ما زلنا للآن نطالب بالمدنية شاملة وكاملة، لا نطالب بأي شيء غير المدنية. ليه ما بتقدم نزل العدالة؟ ليه حتلهم في السجون؟ البينة ما واضحة، البينة واضحة. سيرت قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات السياسية والمجتمعية وأطياف المجتمع والمواطنون بالشمالية سيرت مليونية 30 من يونيو، حيث أكدت لجان المقاومة بالولاية أن أحياء ذكرى 30 من يونيو يجيء استلهاما للدروس والعبر واستدعاء للإرادة الشعبية التي قهرت المستحيل ومحقت مؤامرات قوى الردة ومزقت حياكاتهم شر ممزق، وأشهرت شارة النصر المؤزر ونسفت خيوط القوى الظلامية، معلنة أن لا عودة للوراء وأن عقارب الساعة تسير إلى الأمام. وطالبت لجان المقاومة بالولاية الشمالية بتصحيح مسار الثورة بإقالة أمين عام الحكومة فورا، على أن ترشح قوى الثورة البديل وإقالة المديرين التنفيذيين حسب مطالب الثوار في المحليات وتلبية مطالبهم الأخرى فورا، على أن ترشح المحليات البديل الثوري. وشددت على تغيير جميع المديرين العاميين في الوزارات والمجالس والتعامل مع ممثلي قوى الثورة في أمر البديل الذي يعبر عنهم لا عن النظام المباد، إلى جانب مطالب أخرى عددها المشاركون في المسيرة. ما بنجامل في مقتطفات ثورتنا، ما بنجامل ذول أخطأ، ما بنجامل لجنة إزالة التمكين لو ما شافت شغلها، ما بنجامل لو الأراضي حقت الولاية الشمالية ما رجعت وبقت ملك الدولة، نحن ما بنسكت ومواكبنا ما بتسكت. طالما فينا نفس وبنقدر نهتف بنهتف، وطالما فينا نفس وبنقدر نناضل نناضل، ونناضل بسلميتنا وبوعينا الخلانا وصلنا للمرحلة دي. شاركنا في هذه المسيرة غالبا وغالبا مع دكتور عبد الله حمدوق رئيس وزراء جمهورية السودان لتصحيح مسار الثورة غالبا وغالبا، ونطالب بالتحقيق يعني تحقيق في شهداء الذين قتلوا
وتحقيق عادل وشفاف وسريع جدا. نطالب حكومة حمدوك تعيين الولاء فورا، وكذلك هنالك ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، استكمال مطالب الثورة واستئصال فلول الكيزان من هذه الولاية هو السودان. عبرت جماهير ولاية القضارف عن مطالبها الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة من خلال مسيرة ضخمة شاركت فيها أغلب مكونات الثورة من لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير. عبروا فيها عن دعمهم لعملية تصحيح المسار، مطالبين بسرعة تعيين الولاة المدنيين وتحقيق العدالة بتقديم قتلة شهداء الثورة لمحاكمات عاجلة تحقق العدالة المرجوة عند أسر الشهداء وقوى الثورة، وطالبوا بضرورة الإسراع في استكمال عملية السلام وبناء هياكل الدولة المدنية. ودعا المتظاهرون الذين عبروا عن مطالبهم في سلمية تامة إلى الاهتمام بمعاش الناس ومحاربة الغلاء وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن، وسلموا مذكرة شفاهية للوالي المكلف تتضمن هذه المطالب، مشددين على الحكومة المركزية الإسراع في تنفيذ ما وعدت به من إصلاحات عبر خطاب رئيس الوزراء الأخير. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا مهرا للحرية والكرامة والديمقراطية لن يقبل أهاليهم ولن يقبل جمهور مدينة القضارف وولاية القضارف بغير تنفيذ مطلوبات الثورة السودانية اللي كل المطالب المتمثلة في تعيين الولاة المدنيين، وخاصة نحن في ولاية القضارف لجان المقاومة التي دعت لهذا الموكب ودعمته بعض القوى السياسية في المدينة وفي الولاية وفي السودان لن ترضى بغير تعيين الوالي المدني الذي ينفذ مطالب الثورة. حنكمل المشوار، نحن طلعنا للثورة عشان نحقق الأهداف أول حاجة، وتاني حاجة عشان نصحح مسار الثورة ذاتها الحقيقية. يعني مطالبنا كانت في المذكرة الأساسية التي قدمت في الخرطوم والتي تمثل الثوار ومطالب الثورة وتصحيح الثورة وإلى الأمام، وإن شاء الله في الأيام القادمات ستكون إجراءات قاسية لإصلاح الثورة وإرجاع الحكومة المدنية إلى أصلها. تم تسليم مذكرة شفهية إلى رئاسة الولاية والتي بموجبها ينوط عنها المذكرة الأساسية التي قدمت في الخرطوم. حرام 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 إنه الحشود دي ما يستجاب لها، حرام إنه الحشود دي ما تحقق مطالبها، حرام شعبي زي ده يظلم من حكامه. المذكرة طبعا هي مذكرة موحدة لكل السودان، بتقدمت بالمطالب بتاعة الثوار وتحقيق أهداف الثورة اللي تجاهلوا منها، وهي مذكرة موحدة يعني كل المطالب حقتنا في السودان موحدة، وهي تقدمت للسيد الدكتور عبد الله حمدوك واستلم المذكرة، ونحن نحمد الله أن وصلنا رسالتنا لأمانة حكومة ولاية القضارف وهو ممثل في الوالي القضارف. سيرت قوى الثورة السودانية بشمال دارفور مواكب هادرة في ذكرى 30 من يونيو بمشاركة لجان المقاومة وتجمع المهنيين. وأوضح المشاركون في المسيرة السلمية التي اكتمل عقدها بسوق حجر قدو وسط مدينة الفاشر أن ذكرى 30 من يونيو تأتي وفاء لدماء الشهداء واستكمالا لهياكل السلطة وتكوين المجالس التشريعية واستكمال عملية السلام. ونادى المشاركون بمحاسبة المفسدين وتقديم مجرمي الحرب والإبادة الجماعية إلى المحكمة الدولية ومحاسبة المتورطين في جريمة فض الاعتصام، كما دعوا لتكوين حكومة مدنية انتقالية كاملة الدسم تحل قضايا المواطن ومعالجة الضائقة الاقتصادية، إضافة إلى تمكين لجنة إزالة التمكين من عملها في محاربة الفساد والتمكين. هذا وشهد اليوم تأمينا كاملا للمسيرة تنفيذا لتوجيهات الوالي بحماية المشاركين ومنع المندسين من إحداث الفوضى، هذا بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والأسواق. هنا في ولاية شمال دارفور خرجنا لنؤكد المضامين التالية، لنؤكد وقوفنا مع شهداء الثورة، شهداء دارفور، شهداء النيل الأزرق، شهداء جبال النوبة، شهداء السودان عموما، شهداء مجزرة فض الاعتصام. نقف معهم ونطالب بالعدالة من الجناة ومرتكبي هذه المجازر، سواء كانت على مستوى الحروبات وجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، وسواء كانت جريمة مجزرة فض الاعتصام. نطالب بالعدالة والقصاص للضحايا. أيضا خرجنا في شمال دارفور لنؤكد أن هناك قضية عادلة في هذه المنطقة، هي قضية السلام. نحن هنا نعيش منطقة الحرب واللا حرب،
منطقة رمادية الإنسان فيها لا يستطيع أن ينعم بالاستقرار الكامل ولا يستطيع فيها أن يتفرغ، وهناك إنسان يعيش في أوضاع استثنائية مثل النازحين. نريد سلاما يحقق لنا استقرارا سياسيا واجتماعيا وأمنيا نعود فيه إلى حياتنا الطبيعية، لنرفد الموارد الشعب السوداني بخيرات دارفور الكثيرة التي يمكن أن تنعش خزينة الاقتصاد القومي ويمكن أن تحقق الاستقرار. أيضا خرجنا اليوم من المناداة باستكمال هياكل السلطة، هياكل السلطة الانتقالية من ولاة مدنيين، من مجلس تشريعي، من مفوضيات للسلام والعودة الطوعية إلى آخر المفوضيات التي أتت في الوثيقة الدستورية. السلام عاجل، يعني ما في حاجة وخليه يكون سلام ده يتأخر، ما دام نحن بقينا كلنا سوريين إذن لابد يكون يعني الناس تقعد في بصادة الأحمدي عشان يجيب السلام، لأن الشعب الدارفور وشعب الحامش وشعب السوداني كله عايش والله في ظروف ما بعد ظروف، كويس السلام ده بضرورة بأنه يتم في فترة عاجلة. لدي أربع نقاط أيضا. أولى نقطة، نحن بحاجة ماسة إلى تحقيق سلام شامل عادل. النقطة الثانية، تعيين ولاء مدنيين عاجل. ثالثا، أن يتم تسليم الجناة الذين ارتكبوا جرائم ذات تابع دولية إلى محكمة جنائية الدولية وعلى رأسهم رئيس عمر حسن أحمد البشير. وفي كسل عبرت الجماهير عن مطالبها الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة من خلال مسيرة ضخمة شاركت فيها أغلب مكونات الثورة، ودعا المتظاهرون الذين عبروا عن مطالبهم في سلمية تامة إلى الاهتمام بمعاش الناس ومحاربة الغلاء وتوفير المعيشة الكريمة للمواطن. إننا في رجال المقاومة كسل نعلن لكم عن تمسكنا بمبادئ الثورة والطريق الذي تقدمته أرواح شهدائنا الأبرار، وإن يوم 30 يونيو هو يوم لاستكمال المشوار الثوري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. نطالبكم بالآتي: أولاً حسم ملف السلام، أولاً حسم ملف السلام، أولاً حسم ملف السلام، أي تحقيق سالم، أي تحقيق سلام شامل ومخاطبة جذور الأزمة وإنشاء مفوضية السلام كما موضح في المذكرة التي تم تسليمها للسيد رئيس مجلس الوزراء والي ولاية كسر المكلف. نخاطبك اليوم وشعبنا يستلهم ذكرى 30 يونيو الذي حوله الثوار من يوم مشؤوم لفتح مجيد متوج به انتصارات الثورة في مسيرها الطويل نحو العبور التام. السيد الوالي، نخاطبك اليوم وقد مرت 475 يوم، حافظنا عليك باليوم، قد مرت 475 يوم على توليك زمام الولاية تكليفا محدودا كما ظلتم تقولون كما ظللتم تقولون. نذكر أنفسنا وإياكم بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. إن مرور هذه الأيام ولم تقدم أو لم تقم حكومة الولاية بتقديم أي خطوات ملموسة تجاه الثورة هو أمر مريب ولا يتسق مع روح النصوص الدستورية. وهنا نتساءل بوضوح عن عدم إغالة كافة رموز النظام المباد والمدراء. انطلقت مواكب الاحتفال بذكرى مليونية 30 يونيو من جميع أحياء وأرياف مدينة مدني بمشاركة حشود من الثوار ولجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير والتجمع المهنيين، وذلك تجديدا للعهد مع شهداء الوطن للمضي قدما نحو تحقيق أهداف وغايات وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ودعما لخطط وبرامج حكومة الثورة تجاه تكملة هياكل السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق رفاهية إنسان السودان بتوفير الخدمات الأساسية له. وقد وجهت لجنة أمن ولاية الجزيرة برئاسة الوالي المكلف أحمد حنان صبير بتسخير كافة مركبات القوات النظامية لترحيل المتظاهرين إلى محلياتهم وقراهم، وأشادت لجنة أمن الولاية بالتزام المتظاهرين الصارم بالموجهات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا. خرجت جماهير مدينة الفولة بولاية غرب كردفان في تظاهرة وطنية حاشدة جابت شوارع المدينة
احتفاء بذكرى 30 من يونيو التي نظمتها لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأكد المتحدثون في الاحتفال أن مليونية 30 من يونيو تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك وحثها على تحقيق مطالب الثورة والإسراع في إنفاذ مطلوبات التحول الديمقراطي. هكذا احتفل ثوار مدينة الفولة بذكرى 30 من يونيو، احتفال تجسدت فيه أسمى معاني الحرية والسلام والعدالة، ومثل نقطة تحول في مسار الثورة السودانية التي قال منظمها إنها تحتاج إلى تصحيح. في مرحلة جاية نحن نتمنى من الحكومة الانتقالية ومن الوزراء رئيس الوزراء حمدوك في إسراع في إكمال السلام. نحن في لجان المقاومة معه ندعم رئيس الوزراء لأنه نحن جبناه بإرادة الشعب، يعني مفروض بالنسبة للشعب، وإحنا دايرين يكمل لنا شنو حكومتنا، يعني السلطة المدنية بننتظرها، الحكومة اللي إحنا بنحلم بها، الديمقراطية اللي إحنا طلعنا من أجلها لتحقيق رغبات الشعب السوداني يكون دولة ديمقراطية حقيقية. هي مليونية جاءت تصحيح لمسار الثورة السودانية التي مهرت بدماء قالية للشعب السوداني ولشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. أهداف مليونية 30 يوليو هي استكمال هياكل السلطة من تعينوا له مدنيين واستكمال المجالس التشريعية. ما طلعنا بقرارات من زول ولا نحن جرانا جهة معينة، نحن لجان مقاومة إرادتنا إرادة حقيقية وهي إرادة شعب. ما ممتسلين تحت أي تفاصيل بتاعت حزب ولا في زول أصلا يقدر يجرنا يقول التفاصيل حزبية ولا غيره. نحن لجان مقاومة سودانية بنعبر عن رأينا عن متطلبات الشعب السوداني، ونحن بندافع عن ثورتنا دي لحد آخر شاب في لجان المقاومة. مليونية 30 من يونيو، وبحسب لجان المقاومة إنها جاءت دعما لحكومة الفترة الانتقالية وتحقيق طموحات شهداء الثورة الذين مهروا دماءهم في سبيل هذا الوطن. نحن طالعين بندعم الحكومة الانتقالية، طالعين عشان نصحح مسار الثورة السودانية، ثورة 19 ديسمبر المجيدة. ترينا عشان نصحح مسار الثورة كيف؟ بأن يا أخي في متطلبات أساسية طلعت من أجل الثورة لحكم اللحظة بما اتحققت. نحن طالعين عشان نقوم حكومة الثورة مش عشان نسقطها، ومحتاجين أود الحاجات اللي ماتوا من أجل الشهداء وضحوا بأرواحهم رخيصة جدا. فيما دفع تجمع نساء الفولة بجملة من المطالب للحكومة الانتقالية أبرزها الإسراع في تعيين الولاة المدنيين وإكمال التحقيق في ملف فضل اعتصام إلى جانب محاسبة رموز النظام البائد. نحن في تجمع نساء الفولة نؤكد دعمنا لحكومة الفترة الانتقالية، ونؤكد بأننا على درب شهداء ثورة ديسمبر لسائرون، ونحث حكومة الثورة السودانية باستكمال أهداف الثورة من إغالة الولاة العسكريين وتعيين الولاة المدنيين واستكمال هياكل السلطة المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات. مهما العرب دفت، مهما العقيدة دفت. وتظل آمال الثوار معقودة في تحقيق تطلعات المواطن السوداني بإرساء دعائم التحول الديمقراطي في البلاد وبناء دولة العدالة والحرية والسلام. سعدية أبو البشر، الشروق، ولاية غرب كردفان، الفولة. أعلنت مواكب 30 من يونيو التي خرجت في عدد من مدن ولاية نهر النيل أعلنت رفضها ومناهضتها لأي دعوات تطالب بإسقاط حكومة الفترة الانتقالية. وأكد ثوار مدينة عطبرة خلال المسيرات والمواكب السلمية التي طافت شوارع ومداخل المدينة الرئيسية احتفاء بذكرى 30 من يونيو، أكدوا تأييدهم ودعمهم الكامل لحكومة الفترة الانتقالية. ورفع الثوار شعارات مدفوعة بمطالب عديدة، من أبرزها استكمال هياكل السلطة الانتقالية وإحلال السلام الشامل والعادل ومعالجة جذور الأزمات الاقتصادية،
كما طالب الثوار بالقصاص العاجل من المتورطين في جرائم اغتيال شهداء الثورة ومنفذي مجزرة فض الاعتصام، مع تقديم رموز النظام البائد المتهمين بتقويض النظام الدستوري وجرائم الفساد للمحاكمة العادلة. وأكدوا استمرارية المواكب السلمية حتى تحقيق مطالب الثورة واستحقاقات الفترة الانتقالية، وقطعوا بأن مطلب تصحيح مسار الثورة ووضعها في السياق الحقيقي قضية محورية ملحة من أجل إنزال شعارات ثورة ديسمبر لأرض الواقع. شدد عدد من الثوار الذين استطلعتهم كاميرا الشروق على أهمية ضرورة التزام حكومة المرحلة الانتقالية في مجلسي السيادة والوزراء بوضع سياسات ومعالجات آنية تستجيب للتحديات المرحلية المرتبطة بقضايا معاش الناس وأزمات المحروقات والدقيق والطاقة الكهربائية. اليوم ده نحن ما طلعنا بكل تجمعاتنا وبكل مقاومتنا عشان نسقط الحكومة الحرية والتغيير أو الحكومة الانتقالية. إحنا طلعنا اليوم عشان نصحح مسار حكومتنا اللي إحنا جبناها، حكومة الحرية والتغيير. الغرض الأساسي منها هو تصحيح مسارها وليس إسقاطها. كامل دعمنا للانتقالية طالما هي ملتزمة بقضايا الجماهير وقضايا الشارع السوداني. جينا الليلة كشباب وكثوار على مستوى الشارع عشان ما نأكد من الثورة السلمية وهي مستمرة. المواكب اللي حتطلع الليلة في يوم 30 يونيو الرسائل بتاعتها واضحة ومضمنة في الوثيقة الدستورية للحرية بتاعت التعبير، رغم الإجراءات الصحية المتبعينها نحن من الحكومة الانتقالية بالتباعد الاجتماعي لأمراض ظروف الكورونا، ملتزمين بها تماما وملتزمين بالسلمية. نصحح مسار الثورة، تصحيح مسار الثورة دي بالحاجات المعروفة، يعني أول حاجة حق الشهداء لازم يرجع، المجالس التشريعية، الولاة المدنيين، فك الضائقة المعيشية على المواطن، ونحن على العهد سايرون. أن نستكمل هياكل سلطتنا المدنية عشان ما يتم التعامل بشكل جيد مع ملف السلام، عشان ما نجيب حق الشهداء، عشان المحور الاقتصادي، عشان كل الحاجات دي نحن الليلة طالعين ومتسلحين بكامل السلمية والمدنية في اتجاهين ونضغط على أي جهة أيا كانت هي الحكومة حرية وتغيير. المواكب ما زالت هتستمر طالما ذكرى 30 هما ذكرى، مجرد ذكرى واحتفالية، هم مجرد إعادة للمطالب وإعادة لشريط المطالب اللي هي متمثلة في استكمال هياكل السلطة المدنية وإحقاق السلام كل القضايا المطلبية الملحة في المرحلة الجاية. وكانت حكومة نهر النيل قد أكدت التزامها القاطع بتهيئة الأجواء لأي مواكب أو مسيرات مطلبية مشروعة للتعبير السلمي، شريطة ألا تتعارض مع إجراءات وضوابط الطوارئ الصحية أو تخل بالأمن والطمأنينة العامة. وأكد والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين أن القرارات التي اتخذتها لجنة أمن الولاية استباقا لمواكب 30 يونيو والتي اقتضت إغلاق كافة الأسواق الكبيرة بالمدن الهدف منها هو تجنيب الولاية أي مهددات أمنية وصحية في المواقع الاستراتيجية ومراكز الازدحام والتسوق، وقطع بأن قواته المنتشرة في نقاط الارتكاز المحددة وفق الخطة الأمنية ستحفظ للمواكب الحراك السلمي بحرية وسلاسة مع التحسب الكامل لأي انجرافات أو خروقات قد ينتهزها المندسون من أصحاب الأجندة التخريبية. ما يكون فيها حرق عشان لو فيه المخرب لو فيه المندس نحن قلنا هي حرية العرب وحرية الآخرين دي ما حريتها، أنت من حريتك أنك أنت لو دارت مظاهرة تظاهر لكن أمسك الشارع أعمل بيرميشن للمظاهرة بتاعتك المسيرة، أنا داير أخرج من النقطة ألف من النقطة للنقطة جيم أمشي وأعمل سلالات وأتكفل، لكن ما تطلع الكبستون قاعدين يدفعوا بتاع الكهرباء بتاع المويه، ما تكسر اللمبه اللي بيدفع الزول اللي ياخذ منه العوائد، ما تحايل الاسد اللي بيعمل لنا يسعد لنا الاسفل وتبقى حفره تجي تكسر لنا اي مشهد او اي مصلحه او اي ممارسه خاطئه